سما فد وسم فوق السما احمر سوم رسم بلدا موسم فد وسم فوق السما احمر سوم رسم ما بتنقسم ما بتنقسم وناسا بتتقاسم حلال اللقمة والروح والاسم رغم الفواجع والمواجع تبتسم تبتسم وكيف تنقسم بلدا والسما فد وسم فوق السما احمر سوم رسم بلدا والسما فد وسم فوق السما احمر سوم رسم ما بتنقسم بتنقسم وناسا بتتقاسم حلال اللقمة والروح والاسم رغم الفواجع والمواجع تبتسم تبتسم وكيف تنقسم تضل تبلدية ونخل تلقانا متلمين أهل ونخل تلقانا متلمين أهل يضل تبلدية ونخل تلقانا متلمين أهل وبالحكمة والراية السمح كل الخلافات تتحسم بلدا موسم وفد وسم فوق السما احمر سوم رسم بلدا والسما فد وسم فوق السما احمر سوم رسم ما بتنقسم ما بتنقسم وناسا بتتقاسم حلال اللقمة والروح والاسم رغم الفواجع والمواجع تبتسم تبتسم وكيف تنقسم مرحبا. نعم خير. فيش نو جايبني من الصباح كده؟ والله ما عارف، لكن حاسس اني تورطت. تورطنا؟ تورطت كيف يعني؟ تعال يا جو اخبرك. تعال فضل. الو عازل، انا اخوك الثاني. ما تمكنت وقفت كذا حد الوقت تطير كذا خلينا ننضم. ها يا اخي، يا اخي ما معك انت التوالك وبانن يا اخي. اها وجاوا لي شنو؟ لا يعني انا هعرفوا لك كيفين بدوروا في شنو وانا ما دخلت معاهم. شايفني مركب بلطوس؟ صح هاي صح، انت ماك معاهم هذول، لكن ما دام الاستاذ ده جاهو معناته الموضوع ده عنده علاقه باراضي الناس المرهونه. يا اخي ما تطير كذب، والله كذب. طلع روحكم، طير انا امشي من هنا يا اخي. خلينا ننظم يا اخي. يا اخي ما معك، ما معك يا اخي مع النسوان الجنه الشبار ديل. اسمعني انت، تتابع الزول ده بالموتر وما يزوق من عينك نحاوي. ما بكر ده شفته ما تخليه، في خطراته لما نعرفه بيمشي لمنه عشان نعرف ترى الموضوع ده.
اقطع وشك. دمنه عرق الله قال لك يا اخي قريك الله ان شاء الله. الله يا ذاك يا زيونك انت ما كانش ماشون كذا دار شنو انت نعرف بس هذا شنو مالو ها دمنه قال لك شنو هاي هذا تعرف انا الشوارع ما انت قال شنو الموضوع ما فيه انه ده راي صاحبي يعني والله يعني جزاه الله خير امشي ثاني امشي انا افتك انه ده عنف ضد المراه وده عنف هاي ده عنف ضد المراه بس هو فيه ده ما عنف العنافل تكمل كان يعني المعنى من كلامك ده شنو؟ يا زول انا ما عندي علاقه بالموضوع ده، انا جيت لمهمه محدده اللي هي رهن الاراضي وانجزتها. طيب انا اضمن حقي كيف؟ انت عملت معهم اي اجراء قانوني يعني عملت معهم عقودات شلت وصالات امانه؟ لا لا خلاص ما عندك حق وهم ضميرهم. لا يعني 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 هسه انا اسوي شنو؟ تمشي تتفاهم معهم بشكل ودي. وكان ابو تخم وتصر تخم وتصر علي الطلاق طلاق بالتلاتة اللي بيعوني إلا جوطة وقعد في تلتة أنا عندي توكيل أصر التوكيل ده إجراء شكلي الجهة المنفذة ممكن تلغيه معلش كلامي حار شوية لكن قانوني والقانون لا يحمي المغفلين عن إذنك لا لا ما تخاف يا أخي ما تخاف أن هنا أي زول رهن بيته أرضه عن طريقنا وسدد أقساطه في الزمن بتاعه نحن ما عندنا مانع أي تاني يجدد الرهن بتاعه ما عندنا مانع أصلا نعم يا أخي أقول لك ان احنا المبلغ اللي بنشيله فوق للرهن ده يا اخي ده بنسدد له رسوم المحامي رسوم الارض ذاته يعني بعدين يا اخي ما فيه شبهه ايوه ما فيه شبهه خالص نعم يا اخي انت لو خايف دار اقول لك حاجه لو القصه دي كلها خايف منها خليها يا اخي اي خليها نعم تفكر فكر فكر براحتك اي بعد ذاك تعال ما مشكله تعال ايوه اي ان شاء الله ما في مشكله نعم ما تخاف تعال تعال اهلا بك يا بابكر بابكر مرحبا لا 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 يا بابكر كذا ما بيجي يا اخي الشغل انت تميته تقول بعد ذاك بيدور لك عقد يا اخي ده كلام شنو ده يا اخي بعدين نازلين احنا قاعدين نسخفون يا اخي وده شغلنا معاهم من بدري يا اخي ها اه يا اخي ايوه بعدين ما نسخفون شوف ان احنا مجرد ما مضينا الاوراق واستلمنا الارض بتاعتنا دي قرشت بتجيك في حتتك الناس مضمونين يا اخي نعم بتجيك في حتتك بسلمها لك ايوه اي بتجيك في حتتك طيب يا لبيب قول الجماعه دي قاموا دفعوا وسددوا عليهم قبل فتره السماح وفكوا الرهن بتاع الاراضي دي أنا كده ما بكون خربت وش مع ناس الفريق وبكون مركت لا أبيض لا أسود شوف يا العبيد الناس دي يدفعوا لي يدفعوا لي أي شيء عشان أتم الإجراءات أو كمان بوقف الإجراءات دي وبكشف اللعب لناس الفريق يا بابكر يا لا لا يا زول عقل يا أخي عقل يا أخي يا كلام ده ما أبقى عقل عقل يا خلاص يا أخي أنا برسل لهم بقول لهم يرسل لك شوية مصاريف حرب أشكل هاي اسمع كده اقفل خلاص اقفل خليني اتصل عليهم لا اله الا الله هاي خلاص اقفل الو الو مرحبا يا اخي عاملنا في الفضلاب ده قال بدور له شويه بتاعت قريشات هاي طيب يا اخواننا الرسول شويه بتاع حبت عشان نقول تصادقين حبت قريشات كده عشان نقول تصادقين اي طيب حقه في الشغلانه لا 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 عارف معقوله ما يحصل الا خير ان شاء الله ما بيحصل شر شايفه يا ساميه الأرض دي كلها ليلتنا الأرض دي كلها يا جوجو أيه أنت نص وأنا نص
لا لا يا جوجو، الأرض ما تتقسم، الأرض زي ما هي واحدة حتفضل واحدة. كفاية البلد اتقسمت نصين يا جوجو. لكن يا سامية، من يوم مات المرحوم الأرض بقت جافة. كلامك صح، الله يرحمه، فعلا من مات المرحوم الأرض بقت جافة وغاحلة. عشان كده احنا لازم نخدرها ونرجعها زي زمان. كيف يعني؟ يعني نزرعها. آه يا جوجو، طيب ما تقولي كده من قبل، انت قصدك ان احنا نجيب ناس يزرعوها لنا؟ هون وين الناس؟ سعد اخوي وسافر، وعاد الناس اللي قاعدين هنا غير المشاكل والنزاعات والصراعات ما عندهم حاجة. لكن يا جوجو حنزرعها كيف؟ نزرعها انا وانت. برانا؟ اي برانا. عارف يا عزي، انا والله في حاجة محيراني حيرة عجيبة خلاص. يعني بلدنا دي الناس البر كلهم طمعانين فيها، وناس وهلا طفشانين منا. هسه عليك الله عايل لي حلتنا دي، تعالي لا كذي تقول والله ما فيها نفاخ نار. والغريبة يعني الناس البر طمعانين في ثروات وخيرات. شفت الحاجة دي عجيبة كيف؟ أنا ذاتي هسه داير أعرف بتاع الموتر ده جا من وين؟ وبيمشي لمنو؟ وعلاقاته مع منو؟ والله شفت المعلومات دي أنا زي ما أعرفها. كان هسه أنت في رأيك كذي الواحد كان داير يلم المعلومات دي يعمل شنو؟ ها؟ هذا هذا انا اقول لك اديني حل. تقول لا تقول مقفل لك هذا الطرف طبق مالك. لكن يا انت ما سؤالك صعب يا اخي، ما في خيارات؟ خيارات الخيار اللي حشرها لك في نخريك المكان ديل. خيارات انا كان عندي خيارات ومعناها جيت الحل يا اخي. امشي امرك ومرك جدك يا اخي. عليك انا جاهز يلا. اذا انت قلت لي حل ويجي. عجيب يا اخي، انت بصراحه تعال هنا ده فيجن. والله بصراحه كده دايما محبطني ومحبطني روحي المعدنيه. يا سلام، لا ان شاء الله يا سلام. يا معليش يا والله يعني احنا ذاتنا والله يعني متوسفين جدا انه روحك المعدنيه، روحك المعدنيه لا تشرب ميه الصحه دي، الصحه ما تلقاها. يا زاكو يا زي يومك يا اخوانا زمان، الله اخوانا زمان الصالون حقنا ده مليان زوت ناس، تقعد كده تجيب اي مشكله يدق 10 حلول في لحظتها. هسه سبحان الله بقيت قاعد برا زي الشيطان في الصالون. يما قد اسمعيني، نحن ما لينا غير اهلنا، خلينا نرجع للبكان اللي ما يتلوث بدخان العربات ولا غطاه غبار المدن. ترجع للتين وريحه البهايم لما انتهينا سماعة الخريف، نرجع نحسن باقي القيم الفضلة من لمة الناس في الفرح والكره. يما قد اسمعيني المرة دي. خلاص دارة ترجعينا تاني ليه ورا؟ بعد ما مشينا لقدام دارة ترجعينا وين؟ لا لا لا، برد عشان نرجع بها اراضينا الرهناها بايدينا. لبقينا قادرين نلم لنا قروش ناكل بها ونعيش بها. برد يا برد 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 يا طبعا دي المستشفى شغاله فيها اختي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قال لك تبين يا اخي؟ بشي طبيعي، لانه مليوة كان واحد من المرضى اللي كنت بعالجه. ولا تحب اقول لك يا عادل؟ عادل؟ يعني اسمه عادل؟ الاثنين، ودي قصه بحكيها لك بعدين. مليوة كان عنده جزء من الذاكره مفقود،
شكلها هسه بدأت ترجع له. بتعرف يا دكتورة؟ أول ما شفتي تماما تأكدت إنه إحنا تلاقينا قباش كذي وبعرفك. بص ما تقول ولا كلمة، لازم ترتاح. نحن حنمشي ونجيك بعدين. صح. أنا عايز أحكي لك حاجة، تعال. بقول لك شوف تهين بيع بيناتي دي لهن شغالات في أرض المرحوم الفاضل. هاي لكن الغريبة يعني جميلة دي ما قالت لي تعال ساعدني في الزراعة. زمان أنا والمرحوم بنساعد بعض، هسا الموضوع ده يحصل وإحنا قاعدين كيف يعني؟ الكلام ده عيب هذول، مين دريمنا درع عليه؟ أروح وين؟ أروح وين؟ أروح على فين مطعم على زين؟ أمشي أمشي على زين يا خمرك يا أخي بدك جدك. سالية رفو تعال أمام نسوان. يا رفيقة في شنو؟ انت مش قلت تنزهيرات من قاعدة البيت ده؟ شديد لما مخلوقة عايزة تفسحينا صح؟ لا لا بكلمكم بعدين، بس خلينا نمشي نشيل شوية حاجات من المخزن ووريكم هنعمل بيها شنو. يلا على المخزن. يلا اوكي. هذول ها هذول هاي نجابوا هنا هنا هذول ها يبقى الطوريه دي هنا فك الطوريه دي كده والله كده. لا يا فيديل حرام عليك، الراجل ده طيوبي وحب يساعدنا. ده الحريم افضل ولقيت ان قعدات براين في الوطن الكبيره ده قلت ساعدي وحالة في اللي ساعدنا. افا 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 يساعد كانوا رجال الحاره قاعدين. شكرا لك يا الاخو ما قصرت. يا احمد خلونا نقف معاكم عليك الله متوسفي. ما دايرين منك اي وقفه، بعدين يا اخوي اسمع هنا، ديل حريمنا، احنا ما بنعمل لي مع راجل غريب. عيب عليك الكلام اللي بتقول فيه وده افضل. ما في عيب الا شفناه بعويناتنا ديل. الراجل ده مهذب، من يوم ما جا فريقنا ده، ما رفع عينه من الواطه دي وما سمعنا ابو نهر له زول. ما دل ما غسلنا زاعتي وحارج كبدتي، الزحتك راحوا ناشفه يا اخ، من دخل البلد دي بالله تقول بس بنزين وطلقوا في نار، الناس بقت ما طايق كل زول ما طايق الثاني. كثر خيرك يا فضيل. لكن انا برضو ما زعلان منك لانه الفيك مكفيك، بس على العموم انا بس حبيت اخدم لانه اساسا انا واهي بنفسي وزمني لخدمة الناس. هيجي يوم هتعرفني كويس وتجيني بنفسك ويقول لي احفي لي انا اساسا. الارض ارض زوجي الفاضل وانا براي بزرعها. قصدك زوجنا الاثنين واحنا لازم نزرع الارض دي، مع ان انا ما بعرف ازرع. يا اخي اقول لك الكلام، انت الاثنين ما حتزرع، انا وساميه دي ما حشيل ولا قشه، الواطه دي من بدري بنزرعها انا والفاضل سوا. فضلت لنا خلاص العمده الارض ارضنا ونحن اللي بنزرعها. بس الزراعه دي بتدور لها رجال هذول. الرجال لو فيه بسلو ده اخوانهم الاراضيهم حينزعوها منهم. يا رفيق انت عمدة البلد دي ومشغولياتك كثيرة فما عندك زمن تزرع بيه وشتلة، ناهيك عن بلد بحالة. وانا وفيدة ورفو هنساعد مامي وخالته جوجو. الاراضي لليلة ما نزعوها، دي فرصة نمشي نرجعها. يس لو سددتوا المبالغ دي في زمنها بتضيقوا الخناق على بابكر والمعاوم والاراضي بترجع لاصحابها. بس اصحابها عايزين عن السداد، احنا هندفع لهم من وين؟ أقول لكم كلام، أول شيء الأراضي دي من حقتهم، الأراضي دي حقت البلد كلها، وأنا فضيل وتفضل ده مزعول من رجعها كما رجعتها ما تدوني تكون. براك ما أظن. نحن سيبونا للنسوان، كنت أمشي على الرجال. بس اشتغلن شوية شوية يعني عشان ما تتعبن. بالذات سالية دي يعني لأنها شوية كدي. أما رف الفضيلة دي لا بدعمن ذاتي هاك ها. مشكل. أبجين عوجة. راح أزول. خازوق الزين لو سمحت. هو انا العمده وما سمحت وانا الخازوق. اسمع هنا انا تعليك ايوه انا دايرك مهمه، اكان المهمه دي نجحت بسويك طراع العمده اليمين
وكان فجرت طفح حطت الدنيا عرض اكتافك. افضل يا بشرى. قصدي ابشر يا عمده. انا دايرك. يعني شنو لغيت التوكيل؟ شوف يا زول هوي لغيت توكيل شردت توكيل انا ما بهمني، انا داير حقي كامل ويصلي الليله قبال باقي. جيب يا مكنة البس البس. ما شاء الله الله اسال الله اسال لبس لبس لبس. ايوه الاثنين مع سريع يا الله 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 الله. يا سلام يا سلام. مبروك البس. قول لي شكرك انت. الله يغرتس حجرك يا هارون زي ما غرتست حجري. لا تقلق يا صديقي، انها مجرد خطوبه. شوف هنا يا ساحر انا كويس، انت ما بتعرفني لكن لما انت عاشرني هتعرفني كويس. تعمل معي حركه كده ولا كده اقسم بالله اوريك الطفل منك. لا 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 عزه دي خطوبه ما عقد، ما بديت الشغل. لا يا هارون، ما لازم يعرفني من البدايه عشان يعرف انه انا عندي حق، يعني عندي يومين نتعود على بعض بعدك نحدد العقد. طيب ممكن انا استاذن اميس لانه انا تاخرت ومواعيد نفيسه حتجي من الشغل. يعني زينكم. بالله العظيم انتوا ما بتعرفوني، ما بتعرفوني هاي. وين بدوي؟ بدوي وين؟ بالله الراجل من معرفكم وراكم بقى يتنطط ويجيني ناصص الليالي. بدوي وين؟ ما عارف انه كان عارف انه كان وريناكي. انت كمان ما عارفه؟ انت برضه ما عارفه؟ قاعدين من دول لدول زي الجراد النهار كله قاعدين تتشرشروا. غلبينا اخي اغنج. شوف انا الى الان محترمه هندجة نفيسة عقد عليك الله. احنا في الشارع. انت تسكت. لو سمحت يا نفيسة عليك الله، عندك اي تصرف خلينا نخش البيت اليوم، وانا مستعد احكي لك الحاصل من طقطق. للسلام عليكم. خش البيت. ها طيب خش البيت. حاضر خش. هاي شباب فوضى. وين الفوضى الحقيقة؟ حسيمة الفوضى دي. حسيمة تحولي. الله يقول لك حاجة، الرجل ده ممكن صابر. ممكن صابر شنو يا أخي المرع دي؟ يدها زي الكوريك وبعد السفنجة فيها شوكة. الموتر البي ليه بابكر ذات؟ يا هزول ذات؟ معناته بابكر طلع. لكن انا اقرب ليه زين؟ اشوف بابكر مرق والله فيه.
مركز خلاص جاي عليك. هلا جاي جاي. هلا يا فضيل، هاي قضيه عمده. الهدف مرق وانا شفتها تراتي. انا خازن لما انتصر رسل لي لوكيشن. لوكيشن شفت هذا شايل لك موبايل طوبه ساكت. الراكوبه تقدني عالك. فد وسم فوق السماء مرسوم رسم بلد موسم فد وسم فوق السماء مرسوم رسم ما بتنقسم ما بتنقسم وناسا بتتقاسم حلال اللقمة والروح والاسم رغم الفواجع والمواجع تبتسم تبتسم وكيف تنقسم بلد والسماء دوسم فوق السماء مرسوم رسم بلد والسماء دوسم فوق السماء مرسوم رسم ما بتنقسم بتنقسم وناسا بتتقاسم حلال اللقمة والروح والاسم رغم الفواجع والمواجع تبتسم تبتسم وكيف تنقسم في ظلت بلدية ونخل تلقانا متلمين أهل ونخل تلقانا متلمين أهل يضل تبلدية ونخل تلقانا متلمين أهل وبالحكمة والراية السمح كل الخلافات تتحسم بلدا موسم وفد وسم فوق السماء مرسوم رسم بلدا والسماء فد وسم فوق السماء مرسوم رسم ما بتنقسم ما بتنقسم وناسا بتتقاسم حلال اللقمة والروح والاسم رغم الفواجع والمواجع تبتسم تبتسم وكيف تنقسم.